عليكم السلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أخوه من أبيه؟ مش أخوه من أبيه؟ لا مش عارف، لما نوصل لها وجهة نظر. هم مين اللي قالوا؟ إخوات يوسف. مش إخوات يوسف دول اللي هم الأصباط؟ طيب ده سؤال بقى، هل إخوة يوسف هم الأصباط يعني كانوا أنبياء؟ ده سؤال، هل إخوة يوسف كانوا أنبياء ولا لا؟ بعض أهل العلم فعلا قالوا كانوا أنبياء. قالوا إزاي؟ طيب الأنبياء يعملوا العملة دي، يحاولوا يقتلوا أخوهم؟ قالوا زلة من زلات الأنبياء. قالوا لا، بس الزلة دي تبقى صغيرة مش كبيرة من الكبائر. قالوا ممكن كانوا في الفترة دي مش أنبياء ثم نبئوا بعد ذلك. فده قول فعلا، لكن القول الأرجح واللي مال إليه الإمام ابن كثير وأيضا الإمام القرطبي ومالوا إلى هذا القول بشدة، قالوا لا، إن الأصباط بالنسبة لبني إسرائيل كالقبائل بالنسبة للعرب، ولا يشترط أن يكون الأصباط هم إخوة يوسف، إنما قد يكونوا من نسل إخوة يوسف. وده القول الأرجح، إن ما عندناش دليل إن الأصباط هم إخوة يوسف. أصل هم إشمعنا الأصباط؟ عشان قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. فقالوا يبقى كان يوحى إلى الأصباط، فالأصباط أنبياء، يبقى إخوة يوسف أنبياء. فقالوا طب مين قال لكم إن الأصباط كانوا إخوة يوسف؟ ممكن كانوا من نسل إخوة يوسف لكن هم تحديدا أنبياء. فالقول الراجح أنهم لم يكونوا أنبياء، لكن لو سمعت حد بيقول هم أنبياء فده أحد الأقوال المعتبرة عند أهل السنة، والخلاف سائغ ومعتبر. بس إحنا كده واخدين أن هم لم يكونوا أنبياء، لأن الأنبياء معصومين من الكبائر على الصحيح. طيب قالوا بقى طب ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. عصبة يعني إيه؟ جماعة. طب إيه اللي فيها؟ مش فاهم أنا، يعني هو لازم نحب الفرد أكتر من الجماعة؟ قصدي الجماعة أكتر من الفرد؟ إيه؟ لا، هم قالوا ونحن عصبة، يعني مين اللي حينفعوا عند الكبر؟ إحنا. مين اللي حيقوم على خدمته؟ مين اللي حيساعده؟ إحنا. أبونا على خطأ كبير، إن أبانا لفي ضلال مبين، عشان إحنا اللي هنقف جنبه مش الأطفال الصغيرين دول، لا يوسف ولا أخوه. طبعا ده من باب الغيرة ومن باب الحسد، لكن القلب ليس للإنسان عليه سلطان. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يعني إيه للسائلين؟ يعني السائلين عن قصة يوسف. في هذه القصة عبر وعظات كثيرة وجليلة وعظيمة. خلي بالك، هل يحسد المؤمن؟ يحسد المؤمن إذا كان إخوة يوسف حسدوا. خلي بالك، هما برضو نتكلم بأدب عن إخوة يوسف، لأن في بعض العلماء قالوا أنبياء، وحتى لو مش أنبياء هما تابوا في الآخر، وما دام تابوا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وده زلة من المؤمن، يعني مش كفار مثلا، مش بنتكلم على كفار ولا بنتكلم على، لا هم برضو مؤمنين وفعلوا فعلا من الكبائر لكنهم تابوا بعد ذلك. فنتأدب معهم زي ما قلنا في سورة المائدة، نتأدب مع الحواريين لأن دول أصحاب سيدنا عيسى. مش أسمع البعض يقول لك قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فواحد يقول لك شوف قلة الأدب. قلة الأدب مين يا جدع؟ ده دول أصحاب عيسى عليه السلام، يعني المؤمنين الصالحين الحواريون، فما ينفعش نتكلم عنهم بسوء أدب. خلي بالك تميز. فإخوة يوسف مؤمنون، بل اعتبرهم البعض أنبياء. فهل يحسد المؤمن؟ نعم، والدليل إخوة يوسف. مش أنت عشان في بيئة مسلمة تقول ما حدش هيحسدني؟ لا، ممكن تحسد. فتخلي بالك جدا موضوع الحسد ده،
وانا خدت بالي فعلا، يعني انا من كام يوم كتبت على الصفحه بتاعتي ان انا رايح بعد طول غياب مسجد المحطه خطبه الجمعه في مزغونه. مسجد المحطه من اكبر مساجد مزغونه، مزغونه منطقه كده قبل بني سويف او في قبل العياض بشويه في الطريق لبني سويف، هي تبع البدرشين احسن. وطبعا ده عشان اجي المسجد تاني كلمني مدير اوقاف البدرشين وقال لي لازم نكلم الامن عشان المسجد عايزك. قلت له ماشي مفيش مشكله، وتم الموافقه وكل حاجه تمام. فانا خلاص بقى هروح المسجد، والمسجد فعلا من المساجد الكبيره المهمه في المنطقه، وانا مبسوط لان الناس متفاعله والناس بتحب تسمع وبتسال. خلاص الساعه 11 بالليل اتصل بيا الراجل قال لي ده احنا عايزين نوصل للراجل في كده زي مرحله اخيره، الناس بتوع الاوقاف عمالين نتصل بيه مش عارفين نوصل، اتصال مستمر وما بيردش تماما. رحنا له قال لي انا اتاخرت عليك، رحنا له بالعربيه لبيته مش موجود، قال له الفرح، رحنا له الفرح مش موجود، مفيش طريقه للوصول اليه تماما. قلت له المطلوب، قال لي امام المسجد خايف طبعا، وقال لي انا ما ينفعش اخلي حد يخطب لان كده ممكن يتوجه لي عقوبه. طب يعني ايه المطلوب؟ حضرتك ما تجيش مزغونه علشان مش هينفع تخطب عشان ما يحصلش مشاكل. قلت له الخطبه، قال له خلاص احنا يعني ايه متفاهمين، انت مدركين انت هتتفاهم الوضع. وما لم اخطب الجمعه اللي فاتت دي، ودي من يعني يعني طبعا حاولت اتصل بحد يا جماعه طب شوفوا لي مسجد اخطب فيه لان ده ثواب كبير طبعا. ايه اللي حصل؟ ممكن عزوت ذلك الى ممكن حسد، ان ممكن ناس ممن يعني تعرف قيمه مثلا المسجد هناك او نحو ذلك، حسد، حسد موجود. فالانسان ما يامنش على نفسه ما يقولش بقى اصل انا بتكلم في الخير، حتى الخير ممكن تتحسد فيه. فشيء عجيب جدا، وده لعل الموقف الاول في حياتي اني احرم من الذهاب للمسجد بهذه الطريقه الغريبه. فالانسان لازم يبقى يبتدي بقى يخلي باله، عقلك في راسك تعرف خلاصك، اوعى حاجه. انت انا طبعا مش من النوع اللي بيقعد بقى يقول انا اكلت وشربت على الفيسبوك والناس تعرف، ما بتكلمش على اي حاجه لان عارف الموضوع ده انت ممكن تموت، واحد يحسدك يموتك. العين جعلت او اتت بالرجل الى القبر والناقه الى القدر او نحو ذلك، والعين حق. يعني في ناس ماتت بالعين، فالانسان يحوط على نفسه. بس انا لما كتبت مزغونه عشان عارف ان في ناس معايا على الصفحه من مزغونه، فكاني بدعوهم تعالوا احضروا الخطبه عشان هكون موجود، من باب الدعوه مش من باب اي حاجه تاني. انما شيء مجرد ان انت رايح خروجه او اولادك نجحوا او الكلام ده، ليه تنشره؟ ما تنشرش حاجه، حافظ على نفسك وصحتك واولادك، لان الحسد موجود والعين موجود ولا سيما في هذا الزمن. حب القلب ده جائز ما فيهوش حاجه. طب لو حب ان اب بيميز عنده مثلا ثلاث اربع اولاد وبيميز واحد فيهم، انا قلتها، قلت المعامله والنفقه لازم دي في ايديك، ده لا يجوز، لازم تعدل، دي في ايديك. حتى لو هو الشخص ده بيقوم على خدمه والديه مراعي ابوه زياده عن اللازم، لو بتراضي اخواته، اظن اخواته لو في الموقف ده هيتسامحوا. الافضل يقول لهم، يقول لهم بصوا انتوا دلوقتي مشغولين عني والراجل مضيع وقته ومضيع شغله عشاني، فانا هفضله عشان الجزئيه دي. اظن الاخوه لو كانوا اسوياء مش هيعترضوا، يقولوا ده جزاك الله خير اللي انت مهتم بابونا وشايل عننا العبء. بس برضو بالتراضي، لو ما وافقوش يحاول بقى يعني ايه؟ يعني كانه وغريب ان ده بيحصل لا الاخوه ما بتترضاش يعني؟ هو ما بيقولهمش كمان والله عادل لا الافضل يقول عشان اتقوا الله وعادلوا بين اولادكم. بس العلماء اباحوا العطيه المسببه. لو انا ميزت واحد عن واحد لسبب، عيان بيدرس مش عارف هيتجوز، ما دام بسبب لا ما يستاذنهمش اصلا. مطيع ليا او بر ليا
مجرد الطاعه ليك او بر ليك دي يعني دي ربنا، انما عايزين سبب تدي له عطيه، محتاج المال، فاهم قصدي؟ متعثر في مشاكل عليه دين، فدي ساعتها عطيه مسببه. الله اعلم هل ده يكون سبب ولا لا، ما اقدرش افتي. ما احنا عشان كده قلنا من باب الاحتياط، يعني ما دام هو بيعمل حاجه منطقيه يقول لهم. طب ما يا جماعه طب راعوني زي ما بيراعوني، خلاص كل واحد يوم يجي لي، مش هيجوا كمان؟ انت مش عايزين اي حاجه؟ يعني بنحاول الامور دي يكون في التراضي فيها اقرب، عشان الانسان ما يظلمش دون ان يشعر. هو قد يكون فعلا من حقه يديله زياده، لكن ما اقدرش اجزم بذلك. طيب يبقى قلنا لا يلام يعقوب على محبته ليوسف، لان المحبه لا الانسان ليس له سلطان عليه. اخر حاجه، طيب هو ينفع يقول ان ابانا لفي ضلال مبين؟ الاساءه الى الانبياء كفر. لو قلت انه ضلال في الدين، ده نبي يا ابني، تقول له ابينا في ضلال، فازاي قالوا ضلال وازاي ما كفروش بذلك؟ قالوا لان الضلال في القران بيجي على ثلاث معاني. الضلال بمعنى الضلال في الدين، اللي هو زي ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين او غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده الضلال في الدين، ده اللي هم لم يقصدوه، لان لو قصدوا ذلك كفروا. يتهم نبي بانه ضال في الدين كفر. وساعات كلمه الضلال تاتي بمعنى الغياب، وقالوا اذا ضللنا في الارض، يعني غبنا في الارض ما بقاش لنا وجود، اين اللي في خلق جديد؟ وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني غاب عنهم وهلك عنهم ما كانوا يفترون. والمعنى الثالث وذلك اللي يقصدوه معنى عدم العلم، وده طبعا نوع من برضو الخطأ، لكن ما توصلش للضلال في الدين، زي ربنا عز وجل لما قال ووجدك ضالا، فهذا يعني لم تعلم، غير عالم بالشرع والدين، ووجدك ضالا فهدى. فهنا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني عدم العلم، أن قدم محبة الأولاد الصغار على محبتنا ونحن عصبة، ده غير جائز برضو يقولوا كده، لكن ما مش مقصودهم الضلال في الدين، إنما الضلال بمعنى عدم العلم، زي ما الشاعر قال وتظن سلمى أنني أبغي بها أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيب، يعني في عدم العلم، إزاي أنا أستبدل بها حد؟ فكلمة الضلال هنا بمعنى عدم العلم، إن هم هيقولوا تاني تالله إنك لفي ضلالك، يعني عدم العلم برضو مش الضلال في الدين، وإلا يكفروا بذلك. ده تلخيص الكلام الشنقيطي في أضواء البيان.